فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا العذاب. وين؟ في جهنم. قالوا ما سلككم في سقر؟ علاش راكم هنا؟ قالوا لم نكن من المصلين. وانت تميز باللي هذا الامر سهل خلاص. احنا لهنا هنا لما ولا اسود ولا عليه الظلمه ولا كيجي الحرام ولا المنكر ولا الامر العظيم يجوز مر الكرام طالع عليهم الامد فقست قلوبهم. السلف كانوا كيسمعوا بواحد ترك الصلاه في الليل ما يرقدوش تاركوا الصلاه. الان ترك الصلاه انت هو منا هذا بنك ولا بني باش ما يغيظكش الحال مني بني منا وانا منا انا هنا ناكل وهنا بني ما يصليش وانا نتعشى معاه كيف عادي بين قوسين نورمال ما يصليش عادي وزوجته تصلي هو ما يصليش هو يصلي زوجته لا تصلي والامر هذا كبير ولا ماشي كبير عظيم ولا ماشي عظيم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وفي رواية فقد أشرك. الصلاة في وقتها الناس اللي حاضرة معايا الآن هذه فرصة اتقوا الله في صلاتكم خافوا ربي اتقوا الله في صلاتكم وصلوا الصلاة لوقتها فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الصلاة أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء الفرائض. أقول ما تسمعون والله عز وجل يعلم ما تفعلون. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين.